أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والصحفي والسيناريست الأردني غازي الذيبة. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. تنويعات على فصل خامس، مقطوعات خماسية. صحيح أنني قد جئت محمولا بغير يدين ومتكئا على عكازة تمشي على قدمين، ولكني وصلت هنا بوقت أخرس الشفتين، بوقت كاد فيه الوقت أن ينسى متى أو أين. أيمكن أن ترى وطنا وشعرك مغمض العينين؟ سيعرف بائع الكلمات أني ما اشتريت الماء، وأني من فم الدنيا غزلت عمامة الإخفاء. سيوصلني دم الأعمى إلى قارورة الأسماء لأشرب نخب أسئلة أقضت مضجع الصحراء. سكرت بها ولم أرفع بعمري الراية البيضاء. يقول كتابي المزروع فوق الرف لا تقرأ، وخذ قسطا من الموتى وشيئا من دم مطفأ. لقد خدعوك يا هذا، فلا بحر ولا مرفأ ولا تاريخ يسعف هذه الأسماء كي تبدأ. فكيف نعاتب الدنيا ونحن مخاضها الأسوأ؟ لأسودنا المخبأ في سلال الأبيض الناصع، لشمس ما مزيفة وضوء بارد خادع، لخطو غريبة لما تمر يزهزه الشارع، لكل نهارنا المحشو خبزا سيء الطالع، لقبر يقسم الأموات بين اللص والبائع. تغير طعم قريتنا، تراب بالحفاة يضيق، وضوح مغمض العينين، ماء يشرب الإبريق، طيور تكتفي بالنهر، ملت مهنة التحليق، بياض أسود المعنى، وموت للحياة صديق، وأكذب ما نصدقه بأن نتقن التصديق. بلاد الله واسعة وما ضاقت على أحد، تناديني نوافذها فأقطع ضفة الأبد، أجر العمر من يده وأهدي البحر للزبد، أحج إلى قصائدها كلاما خائر الجسد، ويبقى رغم قلته سراج المنتهى بلدي. ويحكى أن سيدة جوار البحر والمجهول بنت بيتا تنام به بقايا شعرها المسدول، وفيما كانت الدنيا نعاسا والمساء كسول، تكاثر حولها نمل
ونادت يا زريف الطول وما لبى سوى دمها وطفل بكائها المخذول. ويحكى أن سيدة تحب البحر والزيتون، تحب الشارع الغافي على تنهيدة الليمون، تربي ليلها قصصا لصبح ربما سيكون بلا عتم بلا غيم بلا موت بلا صهيون ودون عواصم حبلى بطفل جده شارون. ويحكى أن سيدة تطرز ثوبها عزة، لها نخل سماوي جنون الموت ما هزه، رحيق الأرض تمرته وكحل عيونها خبزة، أطاح برأس صهيون وبين حماته جزة، فصار النصر كل النصر آية فتحه غزة. ويحكى أن سيدة وقبل البحر والمينا وقبل الطور أن يعلو لكي يرتاح في سينا، وقيل بأنها ضمت لكل مقدس دينا، وعاشت أخضرا يبني رياحينا رياحينا، فصلاها هبوب الريح سماها فلسطين. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. الشاعر السوري ياسر الأقرع، آخر إصداراتي كتاب الأعمال الشعرية الكاملة، وهو حصيلة ما كتبته في 25 عاما. بدأت عام 98 بديواني الأول غدا تمحوك ذاكرتي، ثم بعد عام واحد أصدرت كتابي الثاني عيناك كل لغات العشق، ثم بعد سنتين كان كتابي الثالث الشعر بين قنديلين وجهك والقمر، ثم جاء كتاب أنت ويبتدئ العمر، ثم ديوان لا أحبك، ثم توقفت مدة طويلة من الزمن وعدت بكتاب إذا قيل أنت، وهذا الكتاب طبعته هنا في عمان، ثم جاء كتاب سوريتي وهو آخر إصداراتي، وهذا الكتاب يقع في 700 صفحة كما ترون، ضم قصائد كثيرة تدرجت حسب المرحلة الزمنية التي كتبت بها القصائد، فمنذ عام 98 إلى اليوم مر على هذه الأمة الكثير من يعني المصائب الكبرى إن صح التعبير. طبعا المصيبة القديمة المعتقة التي ما تزال إلى اليوم، قضية فلسطين كان لها نصيب كبير فيما كتبته من الشعر، وطبعا لا ننسى أيضا احتلال العراق عام 2003، ذلك الحدث الجلل الذي أصاب الأمة في مقتل. أيضا هناك بعض القصائد التي تحدثت عن هذه المرحلة الزمنية، وطبعا قضية فلسطين تعود ثم تظهر مرة أخرى إلى الواجهة كما نعيش هذه الأيام، وأيضا طبعا الهم الأساس بالنسبة لي وهو الهم السوري الذي بدأ عام 2011 وما يزال مستمرا إلى اليوم ما بين قتل وتدمير وتهجير. وطبعا كان لابد للشعر أن يكون مرآة لهذه الكارثة الكبيرة التي حلت بالأمة وبأهل سوريا خصيصا. لذلك سنجد أن القصائد الأخيرة في هذا الكتاب أو المجموعات الأخيرة فيه طرحت الهم السوري بشكل كبير وموسع. طبعا قصائد الديوان ما بين شعر الشعر العمودي، شعر الشطرين، وشعر التفعيلة، ولا تخرج عن هذين النمطين، وأرجو إن شاء الله أن يكون هذا الكتاب قد قدم شيئا مهما للقارئ العربي وللمكتبة العربية، وشكرا لكم.
والآن أدعوكم إلى متابعة هذا التقرير الثقافي. حابة أعرفكم اليوم عن فن من أنواع الفنون الجميلة جداً اسمه بيروغرافي أو فن الرسم على الخشب. الفن هذا بيتطلب وجود ماكينة لحتى تقدر تحرق على الخشب، وأي خامة خشبية متوفرة ممكن أن الشخص يمارس فيها هوايته على هذه القطعة شو ما كان نوع الخشب. وهذا الفن كتير بيحتاج لصبر أثناء التعامل مع الخشبة قبل وبعد الرسم وأثناء العمل. خليني أفرجيكم جزء من العمل كيف بيصير. هلا أي قطعة منبلش فيها لازم نعالجها قبل الرسم، وبنختار التصميم أو الرسمة أو الزخرفة ومننفذه على القطعة بقلم بعدين بأداة الحرق. من أهم ما يميز هاي الهواية أو الفن إنه الإنسان بيستمتع في التفاصيل الدقيقة في التنفيذ، ومن ضمن الأشياء اللي ممتعة جداً بالنسبة إلي ولا أي إنسان بيحب هاي الهواية هو كمان رائحة الخشب اللي عم ينحرق أثناء التنفيذ. زي ما أنتوا شايفين كتير بيحتاج لدقة وتأني، ولكن بنفس الوقت هو متعة جميلة جداً لمن يرغب بها ويحبها. بحب أحكي لكم كمان من أهم التفاصيل لهاي الهواية لأي حدا بحب يجربها، إنه أحياناً بتواجهك صعوبات في التنفيذ مثل اختلاف مدة الحرق في مناطق معينة للخشب، يعني ممكن منطقة تحترق أسرع من المنطقة الثانية زي ما أنتوا شايفين. هون احترق معي أسرع وهون بيحتاج لحرق أكتر. وجدت أنه أجمل أنواع الخشب لتنفيذ الحرق، مع أنه كتير صعب الحرق عليه، اللي هو خشب الزيتون. خشب الزيتون كتير صعب ينحرق عليه، لكن بنفس الوقت بيحتاج لصبر، لأنه يعني نوعاً ما خليني أوصفه عنيد. يعني الزيتون أو خشب الزيتون بدوم العمر قاسي جداً وصعب الحرق عليه، بيتطلب بجوز 3 أضعاف الخشب العادي. هذا خشب سرو. خشب السرو جداً لين، جداً سهل التعامل معه والرسم عليه، لكن خشب الزيتون أصعب. بالمقابل القطعة أو الرسم على الخشب الزيتون كتير أجمل، لأنه تشعر أنه الخشبة تعكس الحرق وكأنه كتابة أو تلوين، بينما خشب السرو ممكن ينحرق معك في أماكن أكتر، يعني بيسبب مثلا فجوات أو نقاط احتراق بتغوص للداخل أكتر من مناطق أخرى. فهذا هو المميز بخشب الزيتون. خشب السرو سهل للبداية كمبتدأ، أي حدا بيقدر يرسم عليه، أو أي خشب لين بمقابل أو مشابه للسرو، لكن خشب الزيتون كتير أجمل، وهو سبحان الله يعني خشب مبارك كالشجرة مباركة. بالنسبة للألوان اللي موجودة هون زي ما أنتم شايفين، في عندي قطع فيها ألوان. بالعادة الحرق أجمل لوحده، لكن استخدام الألوان أحياناً بيكون ضروري. مثلاً هون في تفاصيل محتاجة ألوان، لأنه هاي القطعة فيها عن تجسيد للقضية الفلسطينية، احتجت ألوان عشان أمثل ألوان العلم الفلسطيني.
فدائما أحبذ الأشياء الطبيعية، لكن بالطبيعة مش بالضرورة نلاقي لون أحمر مثلا أو أخضر. أحيانا استعنت بالأحمر مثل هون، مثل الخلفية تبعت هاي الخشبة، استعنت بالحنة لحتى تصبغ لون طبيعي، لأنه دائما الأشياء اللي من الطبيعة بتكون كتير أجمل من الألوان الصناعية. لكن ما لقيت خيارات كألوان من الطبيعة، أو ما كان عندي أفكار، أو ما كان عندي أشياء متوفرة، بلجأ لأي ألوان ممكن تناسبني. بالنسبة لي وجدت أنه استخدام أشياء متوفرة عندي بيكون كتير أجمل من أنه أروح أشتري ألوان. ففي هاي القطعة كمان استخدمت المناكير، يعني ممكن تضع لمسات جميلة مثل هون، كمان مناكير يعني بيكون موجود عند البنات بشكل كتير، فبدل ما نكبه إذا ما بدي إياه بستعمله بالأحيان بلمسات صغيرة مثل هون، كمان النقاط الصغيرة هون برضو فيها الزرقاء هي كمان مناكير. لكن مثل ما حكيت بهذا الفن أجمل كتير إنه تبقي على القطعة بلونها اللي هو لون الحرق، ولمسات ممكن كتير صغيرة بألوان أجمل ما أنه أدخل كتير ألوان في القطعة. من أجمل كمان ما يكون في أثناء ممارسة هواية البيروغرافي أو الحرق على الخشب هو إيجاد قطع ممكن تكون موجودة في الطبيعة، يعني ممكن أي حدا بيحب يمارسها، مش بالضرورة أروح أشتري قطع خشب أو أشتري أي شيء ممكن يكون ذو تكلفة علي. ممكن أستعمل أشياء موجودة بالطبيعة، مثلا مثل نبات القرع، وجدت أنه كخامة طبيعية كتير جميل تنفيذ الزخارف أو التصاميم أو الرسم عليه، مثل هاي القطعة أو هاي القطعة الصغيرة اللي ممكن تشوفوها هون. فهي خامات خلينا نحكي ما في تكلفة عالية، موجودة في الطبيعة، والتنفيذ عليها بيكون جميل جدا لأنها متوفرة للناس من دون أي تكاليف. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والصحفي والسيناريست الأردني غازي الذيبة، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك سيد غازي، ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين. سلمت، أهلا بك، ويعني سعيد بهذا اللقاء مرة أخرى في قناتكم الرائدة. حياك الله سيد غازي ومرحبا بك، ونحن أسعد بأن نلتقيك مرة أخرى. سلمت. حضرتك عملت في عدة صحف عربية وأردنية، والآن تعمل سكرتير تحرير في صحيفة الغد الأردنية وعضو نقابة الصحفيين الأردنيين. يعني أنت في المطبخ الإخباري، يعني كيف تقيم دور الصحافة والإعلام العربي في التعامل مع العدوان الصهيوني على غزة وفي مواجهة الإعلام الغربي الذي دأب على تزييف الحقائق فيما يخص القضايا العربية؟ عمليا إذا أردنا أن نقيم هذا المشهد فنستطيع أن نقول أن المستوى الإعلام العربي ما زال على حاله كما كان سنة 1932 مثلا أو بداية القرن، يعني لم يتغير فيه شيء. السياق الرقابي واضح، السياق المهني أيضا واضح، لا توجد لدينا صحافة بالمفهوم الاستراتيجي الذي تعمل عليه آلة الإعلام الغربية، لكن هناك بعض الانتباهات يعني تحدث، وهذا شاهدناه خلال الحرب القائمة، الحرب الوحشية القائمة على غزة الآن. هذه الالتفاتات أو هذه الإشراقات في الإعلام العربي تبنتها السوشيال ميديا اللي هم الجيل الجديد من الشباب الإعلاميين الذين يعني أدركوا أن السوشيال ميديا بعيدا عن الصحافة النمطية
ذات الهياكل العظمية أو الديناصورية خلينا نسميها استطاعوا أن يخترقوا الستار الحديدي للإعلام الغربي بوسائلهم البسيطة وبمنصاتهم العادية جدا، لكنهم قدموا صورة قد تكون موازية للحدث نسبيا، لكنهم استطاعوا أن يخاطبوا الغرب الذي كان متمترسا خلف روايات العدو الصهيوني، أن يخاطبوه بلغته وأن يذهبوا إلى أن يهشموا المنطق الكولونيالي الاستعماري الذي عاش في وعشش في العقل الغربي، ويعيدوا بلورة أو بداية بلورة سردية جديدة للقضايا العربية وتحديدا القضية الفلسطينية. أما على مستوى الإعلام العربي كما نراه في بعض التلفزيونات الرسمية وهو إعلام صنمي، أو على مستوى الصحف، لا، الصحف لم تقدم شيئا عمليا، وإضافة إلى بعض القنوات التلفزيونية كانت لا أحد يسمع بها. هناك يعني نستطيع أن نقول هناك القنوات مع القضية، بعض القنوات التي يعني التلفزيونية مع القضية الفلسطينية، وهناك القنوات المضادة وللأسف عربية. هناك بعض القنوات سيد غازي، يعني رغم أنه النظام السياسي دون تسمية هذه القنوات، رغم أن النظام السياسي معروف أنه مرتبط ارتباط وثيق مع المنظومة السياسية الدولية ولا يخرج عن هذه الحلبة، لكن تجد في هذه القنوات إلى حد ما في بعض البرامج هناك انفلات من القيود التي تفرض عليها من خلال النظام السياسي الذي يسيطر على الإعلام. هذا الانفلات يعني هل هو برغبة الموظف في هذه المؤسسة أنه هو جزء من هذه الأمة، أم هناك قصدية في عملية كسب الجمهور العربي؟ شوف، لا يوجد أي مؤسسة إعلامية في العالم، وأنت تعلم وأنا أعلم وكل من يعمل في حقل الإعلام، لا يوجد أي مؤسسة إعلامية في العالم دون بروتوكول خاص فيها وأجندات خاصة فيها، مستحيل. كل قناة تعمل ضمن توجهات ورؤى وتصورات خاصة فيها. في الإعلام العربي الذي يمكن أن يكون يعني عالميا، أو الإعلام العربي كما شفنا بعض القنوات التي يمكن أن تقدم أيضا رواية العالم العربي على أنها قنوات كبرى، هي مرتبطة بهذا النظام العالمي، السياق العالمي لشكل الإعلام الذي يجب أن يكون عليه وأن يروي الرواية التي تستند على المفاهيم والمصطلحات والآفاق الفكرية والثقافية والإعلامية الكولونيالية. يعني ما زال العقل العربي مستعمرا يعيش تحت بوستار الكولونيالية الغربية. الفلتات التي تحدث في بعض القنوات كما تسميها، هذه فلتات مدروسة لها علاقة بهندسة الوعي وهندسة المجتمع. يعني تذهب باتجاه هندسة التصور عن هذه القناة باتجاه أنه يقول الآن ما نرغب به، أو يحاول أن يبدو أنه يقف إلى صف الإنسان العربي، لكن فيما بعد تكتشف أنه هذا شكل من أشكال الهندسي التي تحولت في السياق العام أو في السياق القطيع إلى المجتمع، تحولت إلى ما يسيء لهذا المجتمع، أو يضربه في عصبه الثقافي والوجداني والوطني والقومي. وهذا حدث في حرب الخليج أيضا. يعني عندما تضخ الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأمريكي ملايين الصور تكون جاهزة قبل بداية الحرب على العراق، ملايين الصور عام 91 بال91 قالوا أنه في إن مليون صورة جاهزات هذول للبث. تخيل، مليون صورة جاهزة غير صور مسبقا قبل التي تم تجهيزها قبل الحرب، يعني مش مليون صورة، يعني فيلم وصورة كانت جاهزة. وعندما بدأت الحرب بدأ الضخ في 2000 وبعد سقوط بغداد 2003 2003 كان عندهم 100 مليون مادة إعلامية وصحفية جاهزة للتقديم. يعني هم يعملون مبكرا ويعدون العدة كما يحدث الآن في فلسطين، لكن يعني كما يحدث في غزة، ما حدث في غزة قلب القاعدة. هم جهزوا مليارات الصور بالعقل، بالذكاء الاصطناعي، أيضا بالسوشيال ميديا، وجهزوا جيوش سواء من العرب أو من الغرب، من الهند، استخدموا الهند عشرات الآلاف الذين يقومون بالعمل
24 ساعة في اليوم من أجل أن يقدموا صورة ورواية مختلفة عن الرواية التي تقدمها المقاومة الفلسطينية في غزة. لكن هذه كانت تفشل أمام صورة واحدة نعم مهندسة أدركت المقاومة كيف تهندس الصور وكيف تهندس رؤيتها الإعلامية وقدمتها للعالم بحيث بدأ الانقلاب انقلاب الوعي العالمي أولا. تقصد من خلال التعامل مع المادة الإعلامية التي قدمتها المقاومة، وأقصد مع المحتجزين من الصهاينة، مع المحتجزين الصهاينة، ومع يعني مع الصورة التي قدمتها الصهيونية على أننا نقطع رؤوس الأطفال نغتصب النساء. استطاعت الصورة التي قدمتها المقاومة بفضل قياداتها الذكية والفذة أن تقلب جزءا كبيرا من الوعي الغربي، وأسهمت بإعادة الوعي للمجتمعات العربية خصوصا للأجيال الجديدة بأن هناك قضية ليست بس فقط مقصورة على الفلسطينيين، هناك قضية لها علاقة بكينونتكم على وجه هذه الخليقة. أنتوا إما أن تكونوا أو لا تكونوا في قضية مركزية اسمها القضية الفلسطينية، وفي قضية أهم من القضية الفلسطينية اللي هي الأمة. أين موقع الأمة على وجه؟ إذن تقييمك أن المقاومة الفلسطينية الآن في هذه المرحلة استطاعت أن تدير المعركة في خطين، معركة خط مسلح وخط إعلامي سياسي. يعني الآن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تثبت نجاح في الخط العسكري والخط الإعلامي السياسي. هو عمليا لا، يعني لا نستطيع أن نبالغ ونقول أنه مجموعة المقاتلين والمحاربين في غزة، يعني محاربين عظام بالتأكيد وقادة عظيمة، لا نستطيع أن نقول أنها بالمطلق استطاعت أن تحقق ما تريد على المستوى الإعلامي وعلى المستوى النضالي، لكنها استطاعت أن تضع الخطوات الأولى لمرحلة قادمة من التاريخ ستتغير فيها ملامح التاريخ، وسيكون هناك دور للأمة، ليس فقط دور للمقاومة، دور للأمة التي ستنهض. بمعنى استمرار هذه الفترة أكثر من 3 أشهر الآن وهم يقاتلون، والكيان الصهيوني ربما تصور بغرور أنه خلال أسابيع وحاول أن يوهم العالم وخاصة المؤازرين من الدول المارقة أنه خلال أسابيع ينهي المعركة وتصبح أمنيا غزة تحت سلطة الكيان الصهيوني. الآن هذا الاستمرار وبقاء أكثر من 3 أشهر ولحد الآن الكيان الصهيوني لم يحسم المعركة، ألا يعد نصرا هذا للمقاومة؟ بالتأكيد نصر، ونصر مذهل. يعني إذا أردنا أن نحسب بحسابات الحجم والقوة والمساحة والإمكانيات والإسناد، فالعدو يقف معه 99% من العالم، والمقاومة لا يقف معها سوى الله ومجموعة من الذين يجلسون في بيوتهم يبكون ويدعون. جميل. حضرتك تعمل محاضرا في التدريب على كتابة السيناريو في معهد الفنون بوزارة الثقافة الأردنية، يعني هنا أيضا مهم أنه استخدام الصورة للدراما، أيضا الخط المقاوم أو الأمة المؤازرة والفئة الطيبة المؤازرة للمقاومة الفلسطينية أنه استخدمت هذا الجانب ل يعني تغيير الوعي العام. الآن أنا حضرتك كمحاضر ومختص بهذا المجال، إلى أي مدى يمكن أن تسهم الصورة والعمل الإدرامي في التأثير في قناعة المجتمع ورفع مستوى الوعي العام، وخاصة ونحن نمر كما قلت في فترة عصيبة الآن في هذا العدوان الهمجي الظالم على أهلنا في فلسطين في غزة؟ للحقيقة أن الصورة سواء كانت من خلال أعمال فنية، أفلام ومسلسلات تلفزيونية أو تقارير أو أفلام وثائقية أو تقارير إخبارية وما إلى ذلك، الصورة الآن هي البطل. 50% من اللغة المتداولة بين الشعوب الصورة. نحن كمجتمعات عربية أو ككيانات عربية لم نستطع أن نفهم هذا السياق، ما زلنا نتعامل على أن الصحيفة، على أن نشرة الأخبار اليومية التي تأتي موادها من المؤسسة الرسمية هي التي يمكن هي المصدر، يعني هي المصدر التي يمكن أن توجه الجمهور. لا، يعني إذا أردنا أن نفهم كيف يتم هندسة العالم علينا أن ننظر إلى هوليوود كمؤسسة سينمائية عظمى.
استطاعت من خلال الأفلام التي تقدمها وعبر الأبطال الذين اخترعتهم وعبر الشخصيات التي صممتها أن تقدم للعالم صورة الأمريكي المتحضر، صورة الأمريكي الرائع الجميل متورد الخدين الذي يمتلك كل شيء. فأقنعنا، تمركزت في وعينا هذه الفكرة وأقنعنا العالم أن الأمريكي بهذه الصورة. لكننا نكتشف الأمريكي في فيتنام، لا أحد يتحدث عن الأمريكي في فيتنام مجرم وجرائمه، لا أحد يتحدث عن الأمريكي في العراق وجرائمه، ماذا فعل في أفغانستان وماذا يفعل الآن في فلسطين. الأمريكي وحش، لكن الصورة الهوليوودية قدمت لنا الأمريكي على أنه شخص رائع. عندما يأتي شخص مثل السياسي كيربي، سياسي أمن قومي، ويقول أنه لا يوجد قتلى في غزة، العالم يرى القتلى وكيربي يقول لا يوجد قتلى، غدا سوف تقوم هوليوود بإنتاج فيلم يؤكد رواية من؟ كيربي وبلينكين وغيره من سدنة الدم في البيت الأبيض. الآن أمام يعني هذا العدوان الصهيوني الغاشم، هناك خط آخر يعني تبنته النخبة المثقفة في الأمة العربية، أدباء، شعراء، كتاب قدموا خلال هذه الفترة وقدموا سابقا أيضا أدبا، يعني شعرا، نثرا، يعني مؤازرة لما يقوم به المقاوم الفلسطيني، ما يقوم به المقاوم العراقي، ليس هذه المقاومة المزيفة الآن، المقاومة الحقيقية التي قاومت الاحتلال الأمريكي في بداية الاحتلال. نعم. والشعب السوري الذي تعرض أيضا للقتل والتدبير من قبل نظام مجرم. نعم. ما قدمه الآن في ما يخص قضية فلسطين الآن، ما قدمه الأدباء من شعر ومن نثر، يعني موازاة مع البطولات الأسطورية التي يقودها المقاوم الفلسطيني لا سيما في غزة، هل ممكن أن نجنس هذا ما قدم الآن في المشهد الثقافي من أدب كما قلت قصائد ونثر قصص روايات، ممكن أن يجنس على أنه أدب مقاومة؟ يعني صديق محمد، أنت شاعر وأنا شاعر، دعنا نبتعد عن التصنيف، هو أدب نهضة، أدب يقظة، أنا يعني يقظة للأمة العربية، أدب المقاومة بمفهومه العسكري الحربي النضالي هو أدب مؤطر، لكن هذا أدب يذهب باتجاه نهضة الأمة. كل ما يكتب سواء كان في مجد المقاومة ومديحها أو في استعادة دور الأمة الحضاري هو أدب نهضوي يأخذنا باتجاه إعادة بلورة صورتنا العربية، وأن نكون شركاء في الحضارة، وأن نكون لنا حضور إنساني عالي. ما حدث منذ يعني أوسلو حتى اليوم هو فقدان. نعم. بصراحة الأدب الفلسطيني لم يعد يتحدث عن فلسطين حتى في داخل فلسطين، كتاب فلسطينيين كبار نعتز بهم، بين قوسين نعتز بهم، وعلامة ومئة علامة استفهام خلف القوسين، لم يعودوا يكتبوا عن فلسطين. نعم. صاروا يكتبوا عن الزهرة، عن الدحنونة. نعم. عن شباك البيت. نعم. عن البرادي. نعم. في المنزل يعيشون حالة ترف. لم تعد المقاومة بمفهومها النضالي والثقافي. نعم. حاضرة في وجدانهم الإبداعي، هذا عند بعض الكتاب الفلسطينيين داخل فلسطين. خارج فلسطين كتاب الشتات مجموعة محدودة من الذين ما زالوا منتبهين إلى أن القضية الفلسطينية حاضرة في وجدانهم. نعم. على المستوى العربي لم تعد فلسطين بذلك التوهج الهائل في النص الإبداعي الثقافي العربي. نعم. هناك غياب واضح. الآن ثمت انتباهات، يعني مع حضور غزة وما أحدثته خلال الأشهر الماضية، حضورها يعني بدأ يجذب بعض الكتاب والشعراء إلى الانتباه إلى أن هذه القضية ما تزال حية ويجب أن تستعيد دورها في الأدب والثقافة، وأن يكون هذا الدور مختلفا عن الأدوار التسكينية التي كانت قائمة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات. معذرة سنكمل بعد الفاصل، معذرة أستاذ قازي، معذرة فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والصحفي والسيناريست الأردني غازي الذيبة، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ غازي مرة أخرى. كنا نتحدث عن أدب المقاومة، وحضرتك قلت أنه لم تعد القضية الفلسطينية بذلك الوهج وذلك الألق الذي كانت تعيشه في الستينات بداية تشكل المقاومة الفلسطينية. يعني هنا يرد في ذهني سؤال، هل المشهد السياسي والأنظمة الآن التي الضعيفة، إذا أردنا أن يعني نكون نحسن الظن بهذه الأنظمة إلى حد ما، نقول ضعيفة، نعم، يعني أليس لها يد ودور في توجيه أو تقنين أو تحييد النخبة المثقفة وحجبت هذا الألق كما قلت والوهج للقضية الفلسطينية؟ بالطبع يعني لها دور، ولكن دعنا لا نضع اللوم فقط على هذه الكيانات الهزيلة. نعم، الدور كان على النخبة. النخبة أين هي؟ نحن نتحدث عن نخبة ثقافية. نعم، للحقيقة أنه لا يوجد نخب ثقافية في الوطن العربي، والمثقف الذي نريد غير موجود، هو المثقف الذي يبحث عن جائزة. نعم، وندوة وأمسية وطباعة كتابه في ظل، طبعا في ظل طمع وجشع دور النشر، وفي ظل هزال المؤسسات الثقافية العربية التي تتعامل مع المثقف بين قوسين، تتعامل معه كأنه يعني فائض عن الحاجة. نعم، وغير ضروري. ما يحدث هو مهين للمثقف. المثقف لم يستطع أن يشكل في الوجدان الجمعي صورة للرجل الذي العضوي المحارب العضوي في، يعني المحارب من أجل النهضة، مش ضروري يحمل الكلاشين ولا بندقية ولا صاروخ، أن يحارب بفكره الخزعبلات والسكونية الانهزامية، التردد في الإنتاج في الإنجاز في الإبداع، هذا غير موجود. المثقفون لدينا هم أساتذة الجامعات، بعض الكتاب والشعراء الذين يعني يريدون أن يظهروا على شاشة التلفزيون مثلا أو في الصحف أو عبر الكتب، وبين قوسين تعالي شوفيني يا جارة. ليس لهم دور شوفيني يا جارة. ليس لهم دور عضوي. نعم. ليس لهم دور عضوي في الوجدان. نعم. لم يؤسسوا ما يمكن أن يشير إلى أنهم رأس حربة. نعم. ثقفة أو المثقف ثقفة هي من رأس الرمح يعني. نعم. هم لم يكونوا رأس رمح، هم كانوا قاع الرمح. نعم، بالأساس يعني. يعني لحد الآن. نعم. أين هو المثقف العضوي في هذا المجتمع، في المجتمعات العربية؟ غير موجود. جميل. بالأساس. بالحديث عن المثقف العربي، حضرتك تعرف أنه يعني هناك فتنة طائفية مقيتة. ما هذه تنزع على هذه يا صديقي؟ زرعت القوى المارقة بذورها في جسد وطن العربي. نعم. وهذا التناحر الآن الدامي بين أبناء الأمة والدماء التي تسفك. نعم. تحت رايات الضلال، إلى أي مدى انحاز المثقف ضمن هذه الخنادق الطائفية؟ يفترض أن يكون المثقف هو صمام الأمان. نعم. هو الـ 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 الساتر الذي يصد سموم الـ. نعم. أي هجمة طائفية. صحيح. أو هجمة ثقافية مقيتة. نعم. الآن المثقف، كيف تقيم دور المثقف الآن؟ وللأسف في حوارات كثيرة نجد نخبة، إنجاز أن نسميها نخبة، من المثقفين الآن منحازين مع الأنظمة المجرمة، وتدافع عن هذه الأنظمة المجرمة تحت روايات وتحت أعذار واهية. نعم. فكيف ترى؟ أولا أنا يعني أنا على الصعيد الشخصي. نعم. وإذا بدي أعتبر حالي كاتب أو في الوسط الثقافي، بدي أقدم اعتذاري إلى لكل إنسان عربي أنه في يوم الأيام أنا انحست لهذا أو لذاك دون أن يكون لدي الوعي، وأعتقد أنه أنا لم أنحز إلا للحق والحرية. هذا أولا. ثانيا، ما يفعله بعض المثقفين من الانحياز إلى بعض الطغاة وبعض المنسلخين عن الأمة من حكام الكيانات العربية، هؤلاء يعني هم خارج التاريخ والجغرافيا. وكان علينا أن ننتبه أولا إلى منجزهم التاريخي بين قوسين. نعم.
منذ يعني بدأنا نتعرف عليهم وحتى ما قبل يعني وحتى اليوم، لندرك أن رائحة الطائفية تتسرب من خلال منجزاتهم، ورائحة الأيديولوجيا التي لا تصلح للمنطقة العربية وغير صالحة أصلا للمنطقة العربية تتسرب من منجزاتهم، وكانوا هم أداة من أداة تمزيق الأمة. يعني بغض النظر عن ضحالة دورهم وهزاله، إلا أنهم كانوا في جزء من 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 حركتهم داخل الوجدان الجمعي وداخل العقل العربي وداخل الفضاء العربي، كانوا جزء من الخراب الذي نعيشه اليوم. يعني ولا نريد أن نتذكر أو نذكر بعض الأسماء الكبيرة في الثقافة العربية التي تلهت وراء نوبل مثلا. هذه الأسماء، مثل هذه الأسماء التي تلهث وراء نوبل سواء في الشرق أو في الغرب، كلها صنعت في مختبرات الغرب الاستعماري الكولونيالي من أجل أن تعزز الطائفية ومن أجل أن تعزز الانقسام في العقل العربي والواقع العربي الثقافي والسياسي. أحيانا ندخل في نقاش محتدم مع هؤلاء أسد غازي وبعض أصدقائنا المحبين، يقول لك يا أخي لا تدخل مع هذا النقاش المحتدم وهذه الحدية. يعني عندما يدافعون عن مثلا نظام بشار الأسد يقول لك أنا لا أدافع عن نظام بشار، أنا أدافع عن الدولة السورية. أقول له أين الدولة السورية الآن تحت الاحتلال الروسي والإيراني وجزء من سوريا تحت ما يسمى قوات قسد طبعاً. الأصابات الكردية شرق سوريا وجزء منها تحت سيطرة تركيا وجزء منها الآن الدولة المساحة الأكبر الآن لا توجد دولة. روسيا تتحكم بالنظام السياسي، إيران تتحكم ميليشيات، والميليشيات هي مجرد كيان. نعم هي مجرد كيان وليست دولة، لا تحمل ملامح دولة. يقول لك أنا مع الدولة السورية، قلوا أين الدولة السورية؟ أنت تريد أن تبرقع هذا الموقف وتزين هذا الموقف. الآن نظام يعني أجرم بحق سوريا وبحق الشعب السوري، الآن ملايين خارج سوريا مهجرة طبعا، وملايين 7 ملايين إنسان، يعني مئات الآلاف في السجون واللي غرقوا في البحر واللي في السجون بالضبط، والجوع اللي بتعيشه سوريا اليوم. الأمر الآخر ينسحب على العراق الآن تحت هذه العصابة الفاسدة التي تحكم بغداد وميليشياتها التي تدعي المقاومة الإسلامية التي زيفت المقاومة التي قاتلت الأمريكان الأيام الأولى للاحتلال، هذه المقاومة الحقيقية. لا نريدون يعني تغيير وجنوب لبنان طبعا، وهذه التمثيلية أنه صار أشهر غزة تسحق، وهذه المقاومة التي في غزة لا شك لا يمكن أن تدع أي مجال للشك بأن هذه مقاومة حقيقية. في اليمن هاي المسرحية اللي طبعا باتفاق مع أمريكا إيران أيضا لتهديد الملاحة الدولية لكي تدفع الدول أتاوات إلى أمريكا. أنا أتحدث مع أحيانا ندخل في نقاش محتدم مع هؤلاء. نعم. بعض الأصدقاء قلت المحبين يقول لك لا تدخل في هذا النقاش، دعهم. إحنا عندما ندعهم ألا نشارك ب يعني خداع أو توجيه الوعي العام عندما ننسحب من ساحة النقاش، لأن هذا سيؤثر على الطبقة العامة التي تمتلك ثقافة محدودة وتراه قدوة ورمز تسير خلفه. فأين ترى أنه ندخل في نقاش محتدم معهم؟ شوف الآن في المراحل المفصلية أم نتركهم للمجتمع؟ نعم يبدو صديقي يعني هو اللي بتحكي فيه في كثير منطقة قابلة للسجال والنقاش والجدال، وهي مرتكزة على قواعد يعني سابقة وعانينا منها، وعانى العراق وعانت ليبيا وعانت فلسطين وعانت سوريا وعانت اليمن من حالة التشرذم الذي يعيشه اليوم العرب. ولو لم نكن ضعفاء، وعلينا أن نعترف لو لم نكن ضعفاء لما حدث هذا لنا، لما تقسمنا وتفسخنا، وضعفنا كان في أننا انتمينا إلى كيانات أو ذهبنا باتجاه أن هذه الكيانات التي نعيش فيها هي كيانات أسطورية خرافية نتيجة الإعلام والضخ الإعلامي الذي شوه صورة ومفهوم الدولة الوطنية التي كنا نحلم بها بعد التحرر من الاستعمارات المباشرة. الآن نحن تحت بسطار الاستعمارات غير المباشرة. ما يحدث يا صديقي في الأزمات الكبرى والمفاصل الكبرى يتطلب قدرا هائلا من ضبط الأعصاب والحكمة. يعني في حال هسه الآن هاجمنا الطغاة سيوجه السلاح إلى أنه
ما هي مقاومتكم مثلا في غزة طاغية وهي تتحكم بمصائر 2.25 مليون إنسان مثلا؟ إذا هاجمنا مثلا طائفة معينة، ما هي هذه الطائفة عملت وسوت وساعدت، ستجد الرعاع والقطيعيين يواجهونك بهذا المنطق. أنا أقول أنه من الحكمة أن يلتئم مجموعة من المثقفين الحكماء في الوطن العربي ويعيدوا بلورة وعينا باتجاه أنه يا أخي نحن ضد الطائفية، ضد القمع والطغيان والديكتاتورية، أن يكون هناك موقف ودور حقيقي للأمة في مجتمعاتها، أنه أن لا تبنى مثل لبنان، أن لا تبنى دولة على المحاصصة الطائفية، نعم، مثل العراق، أن لا تبنى دولة، وهذا ما تسعى له القوى الدولية المارد. ليش إحنا يعني لبنانت الوضع في كل بلدان الوطن، وعرقنت العراق وليبيا تدميرها، نعم. يعني ليبيا ليش لا يوجد فيها طوائف؟ نعم، قسموها قبائل. نعم. اليمن لا يوجد فيها طوائف بالمناسبة. نعم. الإخوة الحوثيين ايه؟ لا يشكلوا 5% أقل من 5%، يعني 2.5% تقريبا، ايه؟ بالمئة، ولا يشكلوا هم الوجدان الثقافي والفكري للمجتمع اليمني. اليمن بنسيجه الكل سواء حوثي أو سني أو لا ديني، نعم، هؤلاء هم يشكلون المجتمع اليمني، ويجب أن لا نذهب باتجاه النداء نحو الطائفة، أن نختار طريقنا إلى النهضة والحرية. عندما تقول أمريكا سيد غازي أنه يفترض أنه الحوثيين خصم لأمريكا بتهديدهم كما نعم. تقول الملاحة الدولية، عندما أقول أمريكا أتقيأ أنا. نعم، جميل، تقول سوف نوجه ضربات محدودة إلى الحوثيين، ماذا يعني ذلك؟ مزاح. إذن هي مسرحية؟ لا، هو سياسة المزاح. تأكيد هذه المسرحية أنه مزاح. أنتم باقون في مواضعكم. في مزاح. وعندما تحاول أن تصدر قرار بأنه تتهم أو تصف هؤلاء بالإرهابيين، تقول لهم إحنا إذا يعني أوقفتم هذه العمليات ممكن أن نعيد النظر في هذا القرار. إذن هي أوراق ولعبة سياسية طبعاً. والهدف تثبيت الحوثيين لليمن لتحويل اليمن إلى بؤرة صراع تهدد دول الخليج. للأسف يعني دول الخليج لم تستطع حتى الآن أن تدرك أنها هي في الفخ، يعني ولم تستطع أن تشكل يعني صورا يحمي مقدراتها ويحمي شعوبها من الذهاب إلى ضخ كل ما لديها من مقدرات في جيب الغرب الإمبرياني. نعم. يعني يجب أن تحرص نفسها بأنها تدخل في الجسم العربي ككيانات عربية تريد لهذه لنفسها الحماية، تحمي نفسها بالإنسان العربي، والإنسان العربي يحمي نفسه بها. يعني هذه بلاد لديها ثروات هائلة، مهددة من إيران، مهددة من الطوائف، مهددة من المفترض في هذه البلدان أن تعيد بلورة تفكيرها وتنسحب من التمحور مع الغرب حتى لا تفقد كياناتها لاحقا. هل تستطيع هذه الأنظمة الآن الفاسدة التي لا طبعا ثبتها لا تستطيع، لكن أن تخرج لا تستطيع، لكن إحنا نأمل من الشعوب في منطقة الخليج أنه تدرك أنها لا يمكن أن تكون عربية إلا إذا التحمت بالجسم العربي. يعني شوف، إذا توحدت جزيرة عربية، مش توحدت، نعم. إحنا لا نريد دول، إحنا ضد سايكس وبيكو، نعم. لكن أنا نقول أنه اللي بده الدولة الوطنية القائمة الآن، أوكي ماشي يا سيدي، خلينا نتوحد اقتصاديا وتعليميا، نعم، ومواصلاتيا. إحنا موحدين باللغة، نعم، وبالثقافة وبالمفاهيم وبالمدركات، نعم. إذا توحدنا في هذه المسألة يعني بتصور أنه بعد فترة قصيرة جدا سيكون لنا شكل من أشكال الوحدة الاستراتيجية على غرار الاتحاد الأوروبي والاتحادات الأخرى. يعني على هامش حديثك عن دور النشر وكيف تتعامل مع يعني بظلم مع المؤلف ومع الكاتب، يعني هذا الحديث عادني إلى سنوات سابقة شهدنا معك، يعني أنك قمت بمبادرة سميتها أزبكية عمان لترويج الكتاب والقراءة. بدي أن
يعني وكنت تطمح إلى الكثير وتحلق على أجنحة الحلم، فما أخبار هذه يعني الآن في ظل الظروف القطف الراهنة ثمار الطموح والحلم؟ والله في ظل الظروف الراهنة الحالية أمام يعني الوضع الاقتصادي العام توقف هذا، يعني مش توقف أصبح هذا المشروع يعني في 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 مهب الريح. السبب مرتبط طبعا بالظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، نعم، والوضع العام إنه الإنسان يعني الإنسان العربي أصلا هو في الأساس ليس قارئا جيدا، يعني توجه نحو الكتاب الإلكتروني، وأنا لا ألومه في ذلك، يعني بالعكس إحنا مع التطور والعصر، نعم، وأعتقد إنه الآن إحنا بحاجة إلى آلية جديدة لبلورة أو لإعادة بناء هذا المشروع بطريقة يعني مختلفة عما كان عليه سابقا، ولدي نية يعني في الفترات القادمة إن شاء الله بمشروع ضخم يعني يكون مرتبط بالثقافة العربية، نعم، وشامل، يعني لن يكون مقصورا على الأردن. أنا يعني أحلم ومش أحلم سأعمل على ذلك إن شاء الله باتجاه الوطن العربي كله إن شاء الله، ونرجو الله أن يتكلل مشروعك بالنجاح وتحقق وتقطف ثمار هذا الطموح الكبير. الله وسلمك الله. شكرا لك الشاعر والصحفي والسيناريست الأردني غازي الذيبة، شكرا لك على هذا الحوار. شكرا لك، وأنا سعيد بهذا اللقاء معكم، ونتمنى أن نراكم دائما على خير بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سلمت. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.